وكان من حسن الحظ ومن حسن التدبير وبدهاء قيادات قبيلة بني صغر في هذاك الوقت بأن تجهزوا للمعركة وأبعدوا من قراهم النساء والأطفال. وفي يوم الخميس 14 آب تقدمت هذه القوات الوهابية التي تجاوز عددها 6000 مقاتل. تقدموا بأسلحتهم وهم يغنون الأحازيج الحربية ويطلقون النار في الصحراء الساكنة. وبالفعل بدأوا يتقدمون في هذه القرى وهذه المناطق وينتصرون وبسرعة فائقة. وفي الصحراء الساكنة الصامتة وعند إطلاقهم للعيارات النارية وصوت هدير جمالهم، إن ذلك أوقظ العشائر الأردنية القريبة التي سمعت دق الطبول والأهازيج الحربية ورمي الرصاص. وبالوقت ذلك كان الحركة الوهابية أفرادها كانوا يقيمون بلم الغنائم من بيوت الشعر والأغنام والخراف والجمال والخيول بعد أن حطوا يدهم على القرى الكثيرة والكبيرة التابعة لأبناء قبيلة بني صخر. وفي لحظة ما وعند سماع الأهازيج هب العديد من أبناء عشائر البلقاء لنجدة أبناء قبيلة بني صخر. بين الساعة 7 و8 صباحا وصلت العشائر الأردنية وعشائر البلقاء على وجه الخصوص إلى منطقة أم العمد للفزعة ونجدة أبناء قبيلة بني صخر. وفي ذلك الوقت كان الشيخ الوهابي الضويبي كان على أتم الاستعداد وكان جاهزا للم الغنائم في قرية اللبن. ولكن الهجوم المعاكس من الشيخ حديثة الخريشة والشيخ درداح الفايز كان له الدور الأكبر والكثير في صد هذا الهجوم. وبعدها قام الضويبي بالالتفاف حول اللبن والذهاب إلى منطقة اليادودة، ولكن وجد أمامه أبناء عشائر البلقاء. ودارت معركة شديدة طاحنة في قرية اليادودة أو منطقة اليادودة، وعلى أثر هذه المعركة جرح الضويبي جرحا بسيط. على أثر هذا الجرح انسحب تدريجيا من اليادودة إلى الطنيب، وتحول هجوم وغزوة الوهابيين إلى شرق الأردن وإلى قبيلة بني صخر من هجوم إلى فرار، كما حدث في الغزوة الأولى في عام 1922، كما تقول إن التاريخ يعيد نفسه. وانضم في تلك المعركة إلى فرسان قبيلة بني صخر الشيخ حتمل الزبن والشيخ عضوب الزبن والشيخ زعل الكنيعان الفايز وابن محية اللي هو من الخضير والعديد من أبناء قبيلة بني صخر وفئة كبيرة من أبناء الجيش العربي الأردني، وكان ذلك كما حصل في المرة السابقة بأمر من سمو الأمير أمير البلاد الملك المؤسس عبد الله الأول. وأثناء هروب الوهابيين ما بين قرية نتل إلى منجة إلى جلول إلى أم العمد إلى الطنيب إلى المشتة إلى الموقر، شارك في ذلك طائرتين من طائرات سلاح الجو الملكي الأردني، ولكن للأسف إن الطائرات لم تكن تفرق أو تميز ما بين الوهابيين وأبناء قبيلة بني صخر والعشائر الأخرى، ورمت العديد من القنابل وأصابت كلا الطرفين. واستمرت المطاردة حتى وادي الإسيمر، وادي الإسيمر اللي يجي شرق قصر عمرة اليوم، وانتهت المطاردة وهذه الغزوة الثانية ظهر ذلك اليوم. ويقول كلوب باشا في سنة 1924 اقتحمت قوة واسعة من الإخوان اللي هم إخوان من أطاع الله والرسول اللي هم الوهابيون، قوة شديدة ذات رجال أصحاب بأس وقوة شديدة. ويقول كلوب باشا في سنة 1924 استطاعت قوة واسعة وكبيرة بين قوسين الإخوان، كاتب فيما قال ويقصد الإخوان اللي هم الوهابيين، استطاعت الوصول إلى شرق الأردن وبالأخص بين قوسين إلى منطقة زيزي التي تبعد عدة أميال عن العاصمة الأردنية عمان، وكان باستطاعتهم الحصول على شرق الأردن كاملة وبرمتها. ولكن وجود قبيلة بني صخر حال دون ذلك. وثق ذلك في جريدة فلسطين بالعدد 704 بتاريخ 18 آب من عام 1924.
وبما يخص هذه الحركة الوهابية وغزواتها المستمرة التي تعدت أكثر من غزوتين على شرق الأردن وعلى أبناء قبيلة بني صخر والعشائر الأردنية، ما زلنا مستمرين بتقديم الحقائق، علما أنني وبالصدفة شاهدت قبل أسبوع أحد القنوات العربية الضخمة في أحد برامجها تغير هذه الحقائق وتقول إن الوهابيين لم يغزوا وإنهم غزوا، وذلك غير حقيقي وغير دقيق. ومن خلال التعليقات على الحلقة تشرفت بأن أقرأ أحد التعليقات بأن يقول نريد الشواهد والتواريخ والمراجع والحقائق التي استندنا عليها في هذه الحلقة. حنا راح نحط لكم صندوق الوصف مراجع هذه الغزوات كما وثقت منذ عام 1920 و24 و34 في العديد من الجرائد والمجلات والمواقع، ما زالت تنشر إلى يومنا هذا. في الختام، من لم تكن قبلته الأولى الوطن فلا هوية ولا وطن له. نشوفكم بحلقة جديدة، لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ووضع لايك على هذه الحلقة، ونتمنى أن نرى تعليقاتكم على هذا المحتوى وهذا البرنامج. أشوفكم بحلقة جديدة.